انا هذا العام الامور الحمد لله راه غاديه في تحسن، واخا الاول كانت شويه الناس متردده على حساب اش بتلبس، واش بتلبس حوايج الصيف ولا بتلبس حوايج الشتوى، لانه رمضان الحمد لله بدا بواحد الحال اللي هو بارد. من ناحيه الطقس كان الحال شويه بارد، كانت الناس شويه كي تنقولوا حنا بالعاميه كانوا مدوخين ما عرفوا واش يلبسوا حوايج الصيف ولا يلبسوا حوايج الشتوى، ولكن الامور الحمد لله ملي غادي تيسخن الحال بدات الامور كتحسن، ولينا الحمد لله تنبيعوا ضريعات، ولينا تنبيعوا جلبات ديال السسجي، تنبيعوا سريولات ديال قندريسيين بليغات الحمد لله، تنبيعوا اقمصه، تنبيعوا الحاجه اللي هي مختصه بالصيف، والحاجه اللي هي مختصه شويه تنقولوا حنا دومي سيزون كتلبس الشتوى والصيف، حتى هي راه الامضو الحمد لله الناس راه تيجيو تيقتنيوها. وبالنسبه للامور اللي هي تنقولوا حنا التجاريه راه هذا العام الحمد لله كاينه سلعه في المستوى الصراحه، كاينين تنقولوا حنا بالدرجه الاولى كاينين القفاط مخدومين باليد حاجه مزيانه، في توب مزيان، في منيفه رقيقه اكسترا، وكاين في الكابارزين، وكاين بالنسبه للسوسجي، واللي جرى تيشوف الحاله اللي هو غادي يلبس عليها وغادي يقتنعها وتجي معاه، لا من ناحيه الخفيف ولا من ناحيه اللي تنقولوا حنا دومي سيزون يلبسوا الشتوى والصيف. وبالنسبه للدراعه راه كاينه الدراعه اللي مخدومه باليد ولا مخدومه بالماكينه، بالنسبه اللي باليد راه تنقول هذا العام كاين اقبال على الدراعه اللي مقبوله اللي مخيطه باليد، لانه جات في المستوى وتا الخياطه ديالها مخيطه خياطه بالدبانه وداك الشيء بالسيفه ديال المرمه، وداك الشيء راه زوين بالنسبه لعقيدات بلديين والفصاله كامله، ما تنديروش حنا ديك الفصاله تجي شويه ضيقه، راه داك الشيء راه زوين. وبالنسبه للجلبات راه كاينين جلبات السوسجي، جلبات الحبه خفاف، شي حاجه مزيانه عاوتاني اللي تيقتنى الانسان وتتجي مع الحله ديالو. وبالنسبه للبلغه راه كاينه البلغه عاوتاني الزيوانيه راه مشيه هذا العام، وكاينه البلغه اللي تنقولوا حنايا بالالوان ديالها اللي هما الابيض البلونكاسي الكرونا البلو مارين، الالوان راه كلها هما كلها على حسب ذاك الحله اللي كيلبس وعلى حسب اللون اللي تيلبس راه تيقتنى مع البلغه اللي كتجي معاه، والحمد لله. وبالنسبه لهذا رمضان حتى السياحه كاينه الحمد لله، كاينين النصارى هذا العام كاينين كثار في رمضان، خصهم غير يصوموا معنا الله يهديهم، الله يهديهم على عقلهم، غير يصوموا معنا ويدخلوا معنا للدين، راه حتى هما تيقتنوا تيشوفوا الناس تيشريوا هذا الشيء البلدي، والله الا حتى هما تيشريوا. شحال من مره تندخل في الموضوع مع شي تنقولوا حنا نصراني، تنقول له ودي حنا راه كاين راه تلبس هذا الشيء في العيد وتنصليوا به وكذا، وتيتحاور معايا تيقول لي هذا الشيء عندكم زوين، من الان انتم تتصليوا بحاجه نقيه راه اذا انتم راه نقيين في دينكم، ماشي ملي تيطلع على الدين راه تيلقى بان الامور راه غاديه مزيان، وتنحمد الله ونشكروه بان المساجد حتى هما راه ملي تيكون غير مسيحي دازو تيتصنت القران تيدخل تيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وتيولي حتى هو بحالنا بحاله، وتنحمد الله بالدرجه الاولى الانسان على عطاه الله صحته على هذا الشيء اللي داز علينا من كورونا لدابا، راه الامور غاديه تتحسن الحمد لله. واخا كاين واحد المشكل هو هذا العام بالنسبه للثوب، بالنسبه للثوب راه كاين واحد المشكل هو كاين واحد الزياده، واحد الزياده اللي تتكون ماشي كثيره بزاف وانما طفيفه، كاينه واحد الزياده في الثوب وبالنسبه للسفيفه وبالنسبه للعقاد، ولكن الحمد لله تيجي الكليان تيمشي بخاطره، واخا كتشرح ليه حتى هو تيتقبل ذاك الشرح بانه كاينه الزياده راه حتى هو تيزيد شويه، وتيخدي الانسان الغرض، هذا هو المضمون للانسان كاملين، كاع الناس كلهم راه تيلبسوا في نهار العيد، وكي تنقولوا حنا واللي جاب شي حاجه في جيبو راه تيلبسها، والحمد لله على كل حال، والامور راه غاديه مزيان الحمد لله. وديما تنقولها راه انا تنقتبس الملابس من سيدنا الله يخليه لينا الراعي الرسمي لهذا كي تنقولوا حنا الصناعه التقليديه، لانه هو الانسان اللي تيبدا لينا وحنا تنتبعوه بالنسبه لذاك الشيء اللي تيلبس، حنا راه تنقتبسوا به وتنقادوا داك الشيء مزيان الحمد لله. ومباركه واشركو، وعاود ثاني مباركه واشركو.